لو رجع بيك الزمن، ايه التصرف اللي عمرك ما هتعيده تاني؟ ايه اللي لا يمكن تعمله تاني؟ ولو رجع بيك الزمن يا ترى ممكن تكرر تصرفاتك ولا لا؟ ده سؤال حلقتنا النهارده اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك وعلى انستجرام. مستنيينكم تقولوا لنا كل واحد فيكم ايه التصرف اللي لا يمكن تعيدوه تاني. لكن دلوقتي خلينا نروح للميا ونصبح عليها ونتعرف منها على اخر اخبار المرور في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. قولي لنا بقى ايه هو التصرف اللي ما عملوش تاني؟ ايوه. ولا اللي عمله؟ لا، اللي ندمتي عليه. هو مش ندمت بشكل قاطع يعني، لكن اولا السؤال بسطني قوي اول ما سمعته، لانه كان نفسي زمان ابقى اجرأ شويه في التعبير عن نفسي، كان نفسي ما بقاش متانيه قوي في قراراتي بزياده عن اللزوم، وكان نفسي انمي عندي مواهب كتير، لان وانا صغيره كنت برسم حلو قوي، وكمان كنت بلعب بيانو حلو قوي، وبعد كده الدنيا خدتني، فكان نفسي انمي يعني كنت ممكن تشوفوني فنانه بقى معاكم هنا تستضيفوني في البرنامج. ما زلتي فنانه يا لو. شكرا ليك يا مصطفى، صباح الخير عليكم، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. وهنبدا جولتنا كالعاده من القاهره، وتحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه للسيارات اللي قادم من الجيزه وفي اتجاهه لمناطق وسط البلد. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي، نفس الموضوع من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر. كمان بتظهر كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. نفق الأزهر بيشهد كمان تباطؤ في حركة سير السيارات للقادم من صلاح سالم ورايح لميدان العباسية أو العكس. تظهر كمان بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر والحد شارع أحمد سعيد. هنروح لشوارع الجيزة، وفي كثافات مرورية على طريق المحور اللي قادم من ميدان لبنان أو المتجه كمان لأكتوبر، في كثافات مرورية، وده بسبب نتيجة التحويلة اللي موجودة هناك من محور 26 يوليو ورايح لشارع المهندس أو طريق المهندس شريف إسماعيل، بعد كده نرجع مرة تانية للمحور. أما لو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافات مرورية طبعا بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بتظهر عليه كثافات مرورية نتيجة التحويلات، وكمان هناخد بالنا ان غلق الطريق الدائري القادم من اكتوبر لازم كمان الاتجاه من نفق حازم حسن ومتجه لمحور 26 يوليو او محور رود الفرج، وده كبديل للطريق. اما اللي قادم من طريق الواحات فيفضل استخدام الطريق السياحي الجديد. تظهر كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، وده مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة، بدءا من نزلة كوبري فيصل كمان حتى شارع التحرير. ظهرت كمان بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة، وانتقل هناك رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق. هنكمل في شوارع مدينة الإسماعيلية، وهنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم، في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي مش بتأثر على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة نروح لجنوب الصعيد ونكمل جولتنا في محافظة سوهاج، وهنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافات مرورية نسبية، وفي كمان كثافات مرورية نسبية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دي كانت جولتنا المرورية النهاردة، وهنرجع مرة تانية لمنى ومصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا دكتور.